السؤال معاه بيقول: في الشكل المقابل عند تحريك ذلك الريوستات في الاتجاه الموضح على الرسم، فإن لما حرك الذلك في الاتجاه ده، خد بالك انت كنت واخد الجزء الصغير ده من المقاومة، لما حرك الذلك في الاتجاه ده بزود الجزء المتاخد من الريوستات، ولما تزود الريوستات يعني بتزود المقاومة الكلية بتاع الدايرة، المقاومة الكلية هتزيد، فطبيعي التيار الكلي يحصل له ايه؟ هيقل. مين بيقرأ التيار الكلي بتاع الدايرة بأميتر ايه 2 عشان فرع البطارية؟ يبقى ايه 2 هيحصل له ايه؟ ايه 2 هيقل. طب ايه 1؟ انا محتار ايه اللي يحصل لايه 1؟ سهلة خالص، الجهاز ده بيقيس ايه؟ مش بيقيس تيار، سميه اي 1، اي تيار بيساوي فرق جهد على المقاومة. مش مفروض تيار الفرع ده هيساوي فرق الجهد بين طرفي الفرع على مقاومة الفرع؟ فرق الجهد بين طرفي الفرع ما نفسهم فرق الجهد بين طرفي البطارية اللي هو الفي بي، وده ثابت مفيش مقاومة داخلية. مقاومة الفرع ده ايه؟ تتأثر لما أحرك الريوستات؟ لا مش هتأثر، مقاومة الفرع ثابتة. فرق الجهد بين طرفي الفرع ثابت، مقاومة الفرع ثابتة، يبقى تيار الفرع مش هيتغير، يعني ايه 1 ده ثابت. خدها قاعدة عامة، أي أميتر متوصل في فرع والفرع توازي مع البطارية والبطارية مهملة المقاومة الداخلية دايما ثابت. مهم خالص اهي، أي أميتر في فرع والفرع توازي مع البطارية والبطارية مهملة المقاومة الداخلية قراءته ثابتة، يبقى ايه 2 هيقل وايه 1 مش هيتغير. الاختيار الصح اختيار رقم د.